لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال الإمام أبو داود: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. قال أبو داود: قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. نفسي أعرف بس اللي بيشكل في الكتب دي بيعمل إيه؟ يعني مشكلها شعبة، يعني عمره ما سمع عن شعبة؟ ها؟ طب الحمد لله ان عندك. عن عبيد ابي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان: لقينا الشيخ عبيد ابا الحسن بعد فلم يقل بعد الركوع. قال ابو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. كفاية يكفينا هؤلاء الحفاظ. هذا الحافظ عن شعبة يعني. الظاهر أن يقول هذا حين شرع في رفعه، بيقول سمع الله من حمده وهو بيبدأ في الايه؟ في الرفع، مش ينتظر لغايه ما يوصل للميكروفون، عشان بقى لما يوصل الميكروفون يبقى الانتقال انتهى. السنه انه يبدأ فين؟ وهو يرفع رأسه. اذا رفع رأسه، حين يرفع رأسه، ملء السماوات قيل، وهو منصوب طبعا على صفة، وفي ناس قالوا ملئه، لكن الأكثر ملئه على أنه صفة مصدر محذوف، لك الحمد حمدا ملء السماوات، أو على نزع الخافض أي بملء السماوات، وبالرفع على أنه صفة للحمد، لك الحمد ملء، والملء بالكسر، كسر الميم، اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، هو مجاز عن الكثرة. قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب، إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعوه الأوعية، إنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما تملأ السماوات والأرضين. وملأ ما شئت من شيء بعد، أي بعد ذلك، أي ما بينهما أو غير ذلك مما ذكر، كالعرش والكرسي وما تحت الثرى. يا ما تحت الثرى هو من ملء الأرض. قال التربشتي: أي هذا، قال هذا أي ملء ما شئت، يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود، فإنه حمده ملء السماوات والأرض، وهذا نهاية إقدام السابقين، ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه على المشيئة، إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى. ولهذه الرتبة التي لم يبلغها أحد من خلق الله استحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى أحمد كذا في المرقى، يعني أحمد كثير الحمد، أحمد الخلق صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن الحديث، الكلام الكثير اللي ذكره الإمام أبو داود
ان بعض الرواية ذكر فيها بعض الركوع، عشان في روايات فيها عدم ذكر بعض الركوع. الروايات المثبتة زيادة الثقة. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمل أو مؤمل ملء السماوات. الحمد لله. مؤمل، قال مؤمل ملء السماوات كسائر الروايات يعني، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، زاد محمود، محمود بن خالد اللي هو الراوي الثاني من شيوخ أبي داود. ولا معطي لما منعت، ثم اتفقوا: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال بشر: ربنا لك الحمد، لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد. ضبط أهل العلم لهذه هذا الذكر العظيم إن فيها روايات فيها اللهم ربنا لك الحمد، وروايات فيها اللهم ربنا لك الحمد، وروايات فيها اللهم ربنا ولك الحمد، في ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وأحسنها الجمع بينها اللهم رب. ابن القيم بيقول في الزاد: لم يأتي في حديث صحيح الجمع بين الله بين لفظ اللهم وبين الواو، وهي موجودة في البخاري. ثبت الجمع في صحيح البخاري في حديث أنس كان: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. سمع هنا بمعنى أجاب، معناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له، فإننا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك. أهل الثناء والمجد، أي يا أهل الثناء، جوز بعضهم أهل أي أنت أهل الثناء، والمختار النصب. الثناء الوصف الجميل، والمدح والمجد والمدح، والمجد العظمة ونهاية الشرف. أحق ما قال العبد، تقديره أحق قول للعبد: لا مانع لما أعطيت، واعترض بينهما: وكلنا لك عبد. ومثل هذا الاعتراض في القرآن، اعتراض يعني جملة معترضة: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا، سبحان الله عشيا وحين تظهرون. للاهتمام بالجملة المعترضة. القول الثاني إن أحق ما قال العبد هو اللهم لك الحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله. قال القاري: قوله أحق ما قال العبد أي أنت أحق بما قال العبد لك من المدح من غيرك، أو يكون التقدير المذكور من الحمد الكثير أحق ما قاله الحمد، وده الأقرب عندي، إن أحق ما قال العبد اللي فات مش اللي جاي، اللي فات هو الحمد يعني، طبعا اللي جاي ثناء يعني إضافي. لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه،
أي لا ينجيه حظه منك، إنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. متفق على صحته. جمهور العلماء على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الإمام مالك قال إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، طبعا ده مردود عليه بهذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. الإمام الشافعي بيقول أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ولكن هذا لا يحدث فيه توافق. قلت الإمام مالك ده خطأ، ده بيقول استدل به. لا مش خطأ ولا حاجة، هو زي ما مالك وأبو حنيفة. يقول هذا في نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عاقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال انتقاله، حال اعتداله. والمأموم يقول التحميد، لا وهو أصلا في حال انتقاله، المأموم يقول ربنا ولك الحمد وهو طالع. يقول وقد ثبتت من أدلة صحيحة صريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، فالسنة للإمام أن يجمعها. قال الحافظ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور. زاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهم أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع، لكن الصحيح أنه هو من وافق قوله قول الملائكة. يبقى لو إنه المأموم هيقول سمع الله لمن حمده، يبقى يا إما الإمام مش هيوافق قول الملائكة يا إما المأموم اللي مش هيوافق، فيبقى لذلك نقول هذا بيان موضع قول ربنا ولك الحمد. لذلك نقول أن هذا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. يقول فإن من وافق قوله قول الملائكة. عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. عامر الشعبي. هذا القول هو الصحيح. قال الخطابي اختلف الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه. قال الطائفة يختصر على ربنا لك الحمد، وهو الذي جاء به الحديث لا يزيد عليه. إليه ذهب مالك وأحمد، وقال أحمد إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يجمع بينهما قول ابن سيرين وعطاء، وإليه ذهب الشافعي، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد. قلت هذه الزيادة وإن لم تكن مذكورة في الحديث أيضا فإنها مأمور بها الإمام، وقد جاء إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله، والإمام يجمع بينهما، فكذلك المأموم. الصحيح كما ذكرنا، لا الصحيح أنه هو حتى يتوافق قول الإمام والمأموم والملائكة في السماء ربنا ولك الحمد أن يقولوا معا
أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. المأموم بيقول حل الانتقال وهو بيرفع رأسه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.